السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي. الصباح هذه تقريبا الساعه 7 صباحا، الضبابة قال لك الا خرجت الضبابة خرج وليداتك للغابة. هانتوما كتشوفوا يدي مع كي ولات مع الخدمة تقريبا، راه بديت واحد الساعة قبل باش نقاد الفناء الخلفي وكنقطع هاد نبات الدفلة، وغادي نعطيكم الاسم العلمي ديالو هنا، شوفوا في اليمين او على يسار الشاشه نعطيكم الاسم ديالو العلمي. كيف ما شفتوا غادي نقي هاد الجرده كامله خلفيه من الاعلى، وكتشوفوا الجو الضباب، يعني غادي يكون الجو اليوم مشمس حيت كيكون الضباب في الصباح، عرفوا ان الحراره غادي تكون متوسطه، يعني ليست بحراره كثيره، لكن الجو سوف يكون في المجمل جميل ومسمش. نكمل الخدمه اخواني اخواتي. كيف ما كتشوفوا انا الحمد لله فضلت انا بصراحه راه باقي ما نعشتش حتى لهاد الوقيته، يعني اللي قلت احسن وقيته هي الصباح كيكون الجو زوين، الهواء بارد. خديت السيزو ديالي، طلعت السلوم وقطعت الدفله كامله وسيزيتها وقديتها باش تعاود تخلف، هي هذيك على ما شتها تخلف عاوتاني. حيد شي فين يكبر الشي عاوتاني. ما تنساوش واحد اللايك واحد الاشتراك اخواني اخواتي فضلا وليس امرا باش تدعموا هاد القناه باش نوصلوا ان شاء الله 100,000 اخ واخت. كنشكر كلشي اللي كيساندني وكيخلي لي التعليقات المحفزه، كنقول لكم شكرا من صميم القلب وتحياتي لكم. وهاني ساليت، يعني شوفوا من اخر مره فاش قطعت حتى دابا تقريبا راه فايت الشهر والصرف. وكنقول اليوم غدا اليوم غدا، كيف ما تشوفوا انا هادشي كامل غادي نشطبو وغادي نقي، ما غادي نخلي حتى شي حاجه. نجمع الاوراق ديال الشجر ديال الدفله، نشطب هادشي ونخليها نقيه بروب نظيفه وجميله. تقريبا من بعد يعني راه دوز واحد هنا، كنقول لكم ديروا ليا لايك بطبيعه الحال. ما عرفتش واش بانت فهاد لاميديتي، معروفه حنا هنا في سلاو في الرباط كتكون نسبه ديال الرطوبه فوق 80% حتى 90% حتى 95 97% ديال لاميديتي. وما عليناش، غادي نشطب هادشي كامل وغادي نديه كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. هنا هذا واحد المالينوا سميتو سيزار ديال الجيران ديالنا. هنا نقيت الجرده كامله وجمعت داكشي كامل كما كتشوفوا وشطبت داكشي مزيان، ولا دابا تري بيان زوينه ناضيه نقيه الدعوه الحمد لله. وحيدنا تقريبا واحد من 6 7 قول 9 مدوش ناضي الحمد لله. وانا كنركب الصوت بطبيعه الحال على الفيديو حيت مكانش يمكن نصور ونهضر بصراحه، وكنطلع في السلوم وكنهبط. الحمد لله حنا نقيناها والامور دازت على خير، شطبناها ونقينا التطوار هذا ديال الزنقه بطبيعه الحال. واخا كنقيتو راه حدا الدار كتشوفوا دابا ولات الدنيا خفيفه، فحال ملي كيكون واحد شعرو مغفل وكيحسن هكا الشجر كيحس بواحد الراحة وبواحد الخفة، كيزيد ينبت عاوتاني ويخلف عاوتاني مزيان. كيف ما كتشوفوا اخواني كلشي شطبتو ونقيتو، تحياتي لكم والف الف مرحبا. نبقاو هنا اخواني اخواتي ندخلو للجردة بطبيعة الحال. هانتوما كتشوفوا هنا الشجيرات، المشماش، البرقوق، الحامض، الليمون، ازير، ديما الفار، وديما المغرب، وديما المغاربة. بقاو منصورين فيما كانوا، الله يحفظ ملكنا وشافي علينا، يحفظ الأصدقاء ديالي الإخوان ديالي. ودعيو معايا ربي، دعيو معايا الدعاء، قولوا يا ربي أهب مصطفى ما يتمنى في قلبه، يهبه ما يتمنى الوهاب. هذا هو الليمونات إخواني أخواتي، كتشوف هاد الليمونات تقريبا يطيب واحد الشهر شهرين اخر تلقاهم طايبين. هنا راه تقريبا